أهلا بكم. الحكومة تطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية لما اقترفوه من أعمال إرهابية داخل اليمن وفي البحر الأحمر. تضمنت الرسالة التي رفعها المندوب اليمني في الأمم المتحدة إلى الأمين العام شرحا مفصلا للانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، بما فيها استمرار طهران في إرسال الأسلحة للميليشيا وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي واللوجستي لها. في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إمكانية إدراج جماعة الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية والموانع التي منعت تحقيق ذلك حتى الآن، وكيف ستؤثر تحولات السياسة الدولية والإقليمية على دعم إيران لميليشيا الحوثي. بعد مطالب عديدة ومتكررة من قبل الحكومة للمجتمع الدولي باعتبار جماعة الحوثي جماعة إرهابية، بعثت الحكومة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد هذا الطلب، مشفوع بعدد من الشواهد التي تتضمن جرائم الميليشيا داخل اليمن وعلى الحدود اليمنية السعودية وتحركاتها التي تهدد الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر. توقيت الرسالة يشير إلى أن الحكومة ربما التقطت إشارة إلى أن ثمة تغير قد حدث في المزاج الدولي على إثر التغيرات الكبيرة التي تشهدها توجهات السياسة الأمريكية في المنطقة، والتي ترى في إيران والجماعات التابعة لها مصدر رئيسي للإرهاب وسبب رئيسي في زعزعة الأمن في المنطقة. نبدأ النقاش في موضوع هذه الحلقة بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل محمد اللطيفي. الحوثي جماعة إرهابية، هل يمكن أن يصبح هذا التصنيف ساري المفعول دوليا؟ فالحكومة اليمنية جددت رغبتها في جعل الإرهاب صفة دولية مرتبطة بميليشيا الحوثي، حيث طالبت وبشكل رسمي الأمم المتحدة بإدراج حركة الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع ضمن الجماعات الإرهابية. وبعد مرور عامين من بدء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي المتحالفة مع الرئيس السابق ضد شعبنا ونظامه الجمهوري، أكدت الرسالة التي وجهها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اقتراف ميليشيا الحوثي الكثير من الأعمال الإرهابية في حق الشعب اليمني، بالإضافة إلى هجمات إرهابية بالصواريخ البالستية والزوارق البحرية على سفن عابرة في البحر الأحمر. تورط إيران المتفق عليه دوليا في الأزمة اليمنية كان أكبر أدلة الحكومة اليمنية في المطالبة بتصنيف الحوثي كميليشيا إرهابية، فمندوب اليمن اتهم إيران بشكل واضح بدعم حرب أهلية في اليمن عبر استمرار تزويد الحوثي ذراعها الميليشاوي بالسلاح. لم تكتفي طهران بحسب رسالة اليمن بتدريب ميليشيا الحوثي عبر حرسها الثوري وميليشيات حزب الله، بل تورطت بتهريب شحنات أسلحة كانت متجهة إلى سواحل اليمن اعترضتها القوات البحرية المشتركة لدول أعضاء في مجلس الأمن بحسب الرسالة. تزامنت رسالة الحكومة مع تقرير للجنة العقوبات الدولية وثق جرائم ميليشيا الحوثي وأكد اتهامات الحكومة لإيران بشأن تدخلاتها العسكرية في الشأن اليمني. بحسب مراقبين فإن اليمن تأخرت كثيرا في مطالبتها تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، لكن آخرين يعتقدون أن الأهم الآن هو استثمار الحكومة للإجماع شبه الدولي على خطورة التدخل الإيراني، بالإضافة إلى التوجه الأمريكي الجديد المساند للشرعية. نبدأ النقاش مع ضيفنا من الرياض مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام جميعا. مختار، خالد اليماني مندوب اليمن لدى الامم المتحده يطالب او بعث برساله لتصنيف الحوثيين جماعه ارهابيه، وهنا يعود السؤال هو مطروح في الواجهه عن الموانع التي تقف دون تسميه الحوثيين كجماعه ارهابيه حتى الان، ما هي؟ طبعا هو لا يوجد هناك موانع من اعلان الحكومه ان جماعه الحوثي جماعه ارهابيه، لكن المشكله انه المجتمع الدولي لم يقتنع بهذه بادراج هذه الميليشيات كجماعه ارهابيه حتى هذه اللحظه، مع ان الاداره الامريكيه الحديثه او الجديده التي استلمت بقياده الرئيس ترامب اعلنت لاول مره ان جماعه الحوثي جماعه ارهابيه، بالتالي هناك تطور وهناك بنفس الوقت مجتمع دولي يتخذ
مواقف جديدة. الإدارة الأمريكية موقفها متشدد من كل أذناب وكل عملاء إيران في المنطقة. بالتالي الحكومة قدمت هذه الورقة للأمم المتحدة وطبعا فندت فيها تدخلات إيران في اليمن وكيف أنها هربت طائرة تجسس وهربت أيضا أسلحة متطورة وصواريخ أيضا تطوير لصواريخ بالستية ذكرها السفير في الورقة. بالتالي ننتظر من المجتمع الدولي بشكل عام أن يساعد الحكومة اليمنية بإعلان هذه الجماعة جماعة إرهاب، لأنها في حقيقة الأمر لا تختلف عن القاعدة ولا تختلف عن داعش بارتكابها المجازر وارتكابها الجرائم بحق المدنيين. طيب أستاذ مختار، من حيث التوقيت الآن، هل تعتقد أن التوقيت مناسب لهذا الإجراء؟ لأنه البعض يرى في حالة التغير والمطالب المطروحة من قبل المجتمع الدولي أنه ربما قد يتم الاستجابة لهذا المطلب، في حين ما زالت المشاورات الحل السياسي قائمة والمجتمع الدولي كله يؤكد ويدعم إنجاز تسوية سياسية. من الذي رفض اصلا الوصول الى حل سياسي؟ اذا كانت هي الميليشيات نفسها هي التي رفضت الوصول الى حل سياسي، مع انها جماعه مسلحه ترفض السلام وترفض الجنح للسلام، لكن مع ذلك هناك اتاحه مجال لها لان تخضع للسلام وان تترك السلاح، لكن بدون ترك السلاح هي جماعه مسلحه بغض النظر عن تصنيفها كجماعه ارهابيه من غيرها، لكن هي بنظرنا كابناء للشعب اليمني هي جماعه ارهابيه. بالنسبه للمجتمع الدولي كيف تتوقع سيتعامل مع هذا الطلب؟ هو الان يؤكد على دعمه لأي تسوية سياسية ولأي جهود تنجز تسوية سياسية، أيضا في ذات الوقت هذا المجتمع الدولي ربما لديه حالة إجماع على تصنيف إيران ربما أنها تدعم الأنشطة إرهابية، كيف سيتم التعامل مع هذا الطلب بالنظر إلى تعامل المجتمع الدولي مع هاتين النقطتين سواء إيران وذروعها أو التسوية السياسية نعم في اليمن؟ نعم الموقف، نعم أخي سامي، الموقف الأمريكي أنا أعتقد أنه سيغير من وجهة نظر المجتمع الدولي تجاه الجماعات الإرهابية في المنطقة. بالنسبة للموقف الأمريكي سيعزز هذا الموقف لدى المجتمع الدولي. أيضا الدبلوماسية اليمنية عليها أن تتحرك بكثافة خلال الفترة القادمة لإعلانها جماعة إرهابية، لأن جماعة الحوثي جماعة إرهابية. الموقف الدولي تغير من إيران، هناك موقف دولي جديد، هناك موقف أمريكي جديد، هناك موقف خليجي أيضا قوي وضاغط على إدراج جماعة الحوثي وكذلك كل الميليشيات الطائفية التابعة لإيران كجماعة إرهابية. طيب ينضم إلينا أيضا للنقاش من مارب الباحث المتخصص في الشأن الإيراني عدنان هاشم، أهلا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك عزيزي وبضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أستاذ عدنان، في وقت سابق ربما كان هناك تصريح للمندوب اليمني خالد اليماني في الأمم المتحدة عن تحرك ومساعي من قبل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لتصنيف أذرع إيران في المنطقة كمنظمات إرهابية، هل يأتي هذا التحرك من جانب الحكومة كمقدمة ربما لخطوات من قبل المجتمع الدولي في معاقبة إيران وأذرعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد بأن المجتمع الدولي بات لديه قناعة واضحة بأن أدوات إيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بنفوذ كافي لتهديد الأمن الإقليمي والدولي. جماعة الحوثي في اليمن أعتقد بأن الحكومة لم تشرع في اتخاذ خطوة مثل هذه إن لم تجد قبولا كبيرا من المجتمع الدولي أو تحركات دولية في نفس الصعيد. التغير المقف الأمريكي في الإدارة الأمريكية الجديدة أعتقد أنه سبب كبير ودافع بعض التصريحات التي وصف فيها مايكل كيرين الجماعة الحوثية بأنها جماعة إرهابية تابعة لإيران. هذه التصريحات الأمريكية وتغير الموقف الكبير في الإدارة الأمريكية لأول مرة في تاريخ منذ بداية نشوء حركة الحوثي، أعتقد بأنها كفيلة بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، لكن أعتقد بأن هذا أيضا يرتبط بشأن أو بآخر بمحاربة التنظيمة الإرهابية الأخرى المتواجدة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة. إذا استطاعت الحكومة اليمنية فرض قوتها وفرض هيمنتها على المناطق المحررة أعتقد بأن المجتمع الدولي سيسعى بشكل أكبر من أجل مواجهة الحوثيين في اليمن. طيب تقول أن ربما لدى المجتمع الدولي قناعة واضحة بأن إيران تدعم الإرهاب وبأن ميليشيا الحوثي ربما إرهابية وتهدد السلام والأمن، إمكانية الاستجابة لهذا المطلب من قبل الحكومة بتصنيفها كجماعة إرهابية هل هو وارد وممكن؟
أعتقد بأن تفعيله دوليا حتى لو لم يتم الاستجابة إليها، أعتقد بأنه سيعرض الحوثيين في قائمة عقوبات جيدة، وسيفاكم أيضا العزلة الدولية من خضاع إيران. أعتقد بأن روسيا لم تساهم بشكل أو بآخر في وجود جماعة الحوثي جماعة إرهابية. أعتقد بأن هناك عدة مصالح فيها ما بينها وبين إيران، لكن في نفس الوقت قد يكون هناك موقف روسي متغير إذا ما وجد نفسه في حالة ضيقة أو محصورة مقابل تنازلات أخرى موجودة في أوكرانيا أو في سوريا. وأعتقد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة تنظر بشكل أو بآخر إلى تقديم بعض التنازلات في أوكرانيا لروسيا من أجل تأمين الممرات الدولية بما فيها باب المندب. طيب أعود لضيفي من الرياض المستشار وزير الإعلام مختار رحبي. أستاذ مختار، تأثيرات هذا الإجراء وهذا الطلب من قبل الحكومة الشرعية على الجهود الجارية الآن والتي يتم البحث من خلالها على استئناف المشاورات السياسية؟ هو بالنسبة لهذا هو بالفعل سيؤثر على مجريات الحوار القائم بين الحكومة والميليشيا الحوثية، يعني بعد أن يتم إعلانها كجماعة إرهابية واعتمادها من قبل الأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي، سيكون من الصعب الدخول معها بحوار إلا إذا غيرت شكلها ولونها ودخلت بالعمل السياسي تحت يافطة جديدة وعناوين جديدة. أعتقد سيكون هناك مخرج لها ومخرج أيضا للحكومة، لكن أنا أعتقد أنه في خلال الفترة القادمة لن يتم إعلانها كجماعة إرهابية حتى يتاح لها المجال إما أن تعود للسلام أو يتم تصنيفها كجماعة إرهابية. طيب أستاذ مختار، سؤال أخير بخصوص إيران، ربما الرسالة هي أشارت إلى الدعم العسكري المقدم من إيران لميليشيا الحوثي، هل تتوقع أن المجتمع الدولي ربما قد يتخذ أي إجراءات بحق إيران؟ على المجتمع الدولي، ليس نتوقع، لكن على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات قاسية ضد إيران، لأن الحكومة اليمنية أثبتت ما لا يدع مجال للشك أن إيران تتدخل بشكل سافر ووقح في اليمن وتدعم الميليشيا الإنقلابية، وتم القبض على شحنات من الأسلحة من قبل البحرية الأسترالية وكذلك الأمريكية والفرنسية، وتم عرض هذه الأسلحة التي تم القبض عليها في المياه الإقليمية الدولية كانت بطريقها إلى اليمن. بالتالي الأدلة واضحة، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل بإيجابية وأن يكون له موقف صارم وداعم للحكومة الشرعية في مواجهة تدخلات إيران في اليمن ودعمها لميليشيات متطرفة. شكرا جزيلا لك مختار رحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الرياض. أعود لضيفي من مارب الباحث المختص في الشأن الإيراني عدنان هاشم. أستاذ عدنان، بالعودة إلى تقرير لجنة العقوبات والذي كشف عن استخدام الحوثيين لقذائف لم تكن موجودة في اليمن قبل الحرب، وأشار أيضا إلى أن هناك مؤشرات على هذه أن الذخائر هذه هي إيرانية، هل لا تزال إيران تعمل على دعم الميليشيا بالأسلحة، ونحن نتحدث ربما عن سيطرة للحكومة الشرعية على 80% من الأراضي اليمنية، وربما معظم المنافذ البحرية والمهمة هي تحت سيطرة الشرعية والتحالف يفترض؟ أعتقد بأن تقرير لجنة العقوبات أوضح بشكل واضح بأن إيران هي من أن الأسلحة التي وجدتها مع الحوثيين هي أسلحة تابعة لإيران، الصواريخ مبارزة الدبابات أو الأسلحة الأخرى ما فيها البنادق الآلية. هو أكد بشكل كبير ويقيني بأن هذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية ولم تصنع في أي دولة أخرى غير إيران. أيضا أشار إلى تقرير مركز البحوث أبحاث التسليح الذي صدر في نوفمبر بأن الحوثيين يمتلكون أسلحة إيرانية كبيرة، خطوطة إمداد تتم عبر موانئ الصومال وتنقل عبر قوارب شرعية إلى اليمن. كل هذا أعتقد بأن التقرير هو توقع بأن يكون هناك أيضا جزء من فساد القيادة السياسية والعسكرية الموجودة تبع الحكومة حتى تستطيع وصول الأسلحة عبر موانئ موجودة في المحافظات الجنوبية. هذا الملف يبدو بشكل أو بآخر كبير جدا يناقش في دقائق معدودة. أعتقد بأن إيران مستمرة في عملية إرسال السلاح للحوثيين ومستمرة أيضا في إرسال المزيد من تكنولوجيا السلاح. أعتقد بأن الخبراء الإيرانيين الموجودين في اليمن وأيضا الخبراء التابعين لحزب الله يقومون بجهد كبير من أجل تعديل صناعة الصواريخ والاعتماد على قطع الغيار التي يتم تهريبها ضمن الواردات إلى البلاد. أعتقد بأن هؤلاء الخبراء مستمرون، وأعتقد بأنهم سيستمرون حتى في حال تعزيز ثقة إيران بالحوثيين. إيران ستحاول بقدر أو بآخر بشكل أو بآخر بأن تضع ملف الحوثيين على طاولة إعادة العلاقات مع الخليج. أعتقد بأن الترويج أيضا لهذا الموضوع من خلال
هذه النظرة بأن إيران ستتخلى عن الحوثية، وأعتقد بأن طيب إيران تتخلى عن الحوثية. أنت استشهدت أستاذ عدنان بعديد من الشواهد ربما عن التدخلات الإيرانية في اليمن ودعمها لميليشيا الحوثي، وهذا أيضا ما جاء في رسالة خالد اليماني للأمم المتحدة، وهو واضح الآن بعرقلة كيف تعرقل إيران أي مساعي لإيجاد حل سياسي في اليمن. وربما هذا ما كان يريد التأكيد عليه عادل الجبير في المؤتمر الصحفي في ميونخ، مؤتمر الأمن. هل ما كان يقصده هذا عندما قال أن إيران ما زالت تعرقل أي مساعي لحل سياسي في اليمن؟ أعتقد بأن هذا صحيح. الحوثيون عندما يتلقون المزيد من الأسلحة، وعندما يتلقون أيضا دعما دوليا كبيرا مثل روسيا والإدارة السابقة لأوباما، أعتقد بأن هذا كفيل بأن يضع الحوثيين في قائمة في وضع ارتياحي أكبر، بأنهم لم يفاوضوا على بقائهم كجماعة سياسية أو تحولهم إلى حزب سياسي، وسيبحثون بشكل أكبر من أجل الحصول على مكاسب أكثر من الحكومة الشرعية، وما ينتقص من شرعية الرئيس عبد الربه منصور هادي. طيب أستاذنك نشرك معنا من دبي المحلل السياسي علي الزكري، أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ علي. في الوقت الذي يرى البعض بأن مطالب الحكومة بتسمية جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية ويقول أنها مطالب متأخرة، هناك من يرى أنه ما زالت هناك العديد من الموانع والتي تمنع تسمية الحوثيين كجماعة إرهابية، ما تعليقك في نقطة الموانع وتحديدا الموانع الدولية المانعة حتى الآن لتسمية الحوثيين كجماعة إرهابية، والكثير من الشواهد هي واضحة ومرصودة من قبل المجتمع الدولي ورعاة التسوية في اليمن؟ أنا أتفق تماما مع من يقول بأن هذه الدعوة إلى تصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية جاءت متأخرة، بل ومتأخرة جدا، هذا من أولا. أما فيما يخص المجتمع الدولي ومدى استجابته لهكذا مطلب، أنا أعتقد أنه لن يكون من السهل على المجتمع الدولي الاستجابة لهكذا مطلب، وسيكون هناك قوى دولية تقف في وجه هذا المطلب، حتى وإن كان هناك من يؤيد ومن هو على قناعة بأنه هذه الجماعة جماعة إرهابية ولا بد أن تصنف على أنها جماعة إرهابية. أنا أعتقد أنه في أفضل الأحوال يعني لا ينبغي أن نكون متفائلين بأن المجتمع الدولي سيسير في هذا الاتجاه، ولكن هي خطوة نحو تسجيل موقف ومطلب كان ينبغي أن يقدم من وقت مبكر. المجتمع الدولي لا يحتاج إلى شواهد أو إلى أدلة على تورط الحوثيين وعلى كونهم جماعة إرهابية انقلابية، لكن هناك مصالح أخرى تحكم التصرفات وقرارات المجتمع الدولي والقوى المكونة لهذا المجتمع الدولي، ولذلك ستقف بعض الدول في وجه هذا المطلب وستعيقه بالتأكيد. وهذه هي إشارة مهمة من قبلك أستاذ علي بأنه لا حاجة لهم بأن تقدم الحكومة العديد من الشواهد، هم مطلعين على كل ما يحدث، لكن هنا سؤال مطروح، ما الذي تغير إذن لتقدم الحكومة هذا الطلب الآن؟ هل هو استغلال ربما للتغير في المزاج الدولي وتحديدا الأمريكي من إيران أم ماذا؟ أنا أعتقد نعم أن الحكومة اليمنية تحاول الآن أن تستغل هذا التغير الظاهري في المزاج الأمريكي نحو إيران. بالإضافة إلى ذلك، هناك ربما بعض الشواهد في الإقليم تشير إلى أنه بالإمكان تبني هكذا طرح ودعمه داخل أروقة الأمم المتحدة. أعتقد أنه كل هذه الأمور مجتمعة حفزت الحكومة اليمنية على تقديم هكذا طلب في هذا الوقت. تقول المزاج الأمريكي الظاهر، يعني كأنك تريد أن تقول أنه ربما ليس موقف أمريكي وتوجه حقيقي وجاد فيما يخص تصنيف إيران كداعم الإرهاب وبالتالي أذرعها كأمر لاحق؟ يعني نحن نستمع إلى كثير من الكلام، إلى كثير من التصريحات من قبل السيد ترامب وإدارته فيما يخص إيران، ولكن عمليا لم يصدر حتى هذه اللحظة ما يشير إلى الجدية في تحويل هذه الأقوال إلى أفعال. عندما تحدث ترامب عن اليمن أو عن بعض الجماعات المسلحة، نجد أنه تصرف بسرعة وأرسل طائراته إلى البيضاء، لكن عندما يتحدث باتجاه إيران نجد أنه الموضوع لا حتى هذه اللحظة لم يتجاوز عتبة الحديث والتصريح ليس.
طيب أشرك معي أيضا في هذه النقطة تحديدا ضيفنا من مأرب عدنان هاشم. أستاذ عدنان، هذا التغير في الموقف الأمريكي كما يراه الأستاذ علي بأنه ربما تغير وموقف ظاهري حتى الآن، هل تعتقد أن الحكومة هو هذا الدافع الوحيد لها حتى تقدم هذا الطلب، وبالتالي كيف يمكن التعامل معه من قبل المجتمع الدولي؟ أعتقد بأن هذا هو دافع جزئي من تقديم الحكومة مثل هذا الطلب الأمريكي. فلا أعتقد بأن الحكومة أيضا يريد أن تضع الحوثيين في زاوية جيدة، إما أن تعود إلى المفاوضات وتوافقوا على قرار ميليشيا الأمن 22/16 وتسلموا السلاح والتدخل إلى جمعية سياسية إلى جماعة سياسية أو حزب سياسي، أو سيكون هناك تداعيات كبيرة وسيتم تصنيفهم كجماعة إرهابية شبيهة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة. الحكومة تحاول أن تضع الحوثيين في هذا الشأن، ومن أجل أيضا أن تجبر الحوثيين على الجلوس على المشاورات والدفع بعضهم في لجنة التهدئة إلى الأردن. طيب ماذا عن النقطة المطروحة من قبل البعض بأن أمريكا ربما تبتز إيران بالضغط على أدواتها ربما والدفع بتصنيفها أو الإشارة إلى إمكان تصنيفها كجماعات إرهابية؟ أعتقد بأن إيران لن تخسر كثيرا من أن تصنف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، لكن في نفس الوقت أيضا الولايات المتحدة تتجه في نفس هذا المسار بأنها تضيق الحصار الاقتصادي وتزيد الجماعات أو التنظيمات الموجودة داخل إيران من ضمن العقوبات الاقتصادية الدولية، وأيضا تحاول أن تكسر أو تقلم أظافر إيران في المنطقة. الولايات المتحدة ستحاول أن تعزل إيران بعد أن تمددت في عهد إدارة أوباما. هذا العزل سيمتد ايضا الى تنظيم حزب الله وسيمتد للحوثيين وسيمتد ايضا الى الحشد الشعبي الذي يقاتل الى جوار الولايات المتحده الامريكيه وتنظيم الدوله في الموصل. طيب استاذ عدنان، التغيرات الان في توجه السياسه الامريكيه كيف ستؤثر على الدور الايراني في اليمن؟ اعتقد بان ايران ستحاول ان تضغط بشكل اكبر على الحوثيين من اجل تصل أراضي السعودية، وأعتقد وأيضا ربما أنه سيتم استهداف أيضا بواجه أمريكية لقياس أيضا ردة الفعل الأمريكية بشكل أكبر تجاه إيران وتجاه أدواتها في المنطقة. الإيران هي تنظر إلى اليمن كنقطة محورية لقياس ردة الفعل الأمريكية، وإذا ردة فعل المجتمع الدولي في حال استمرار إيران في دعم جماعتها المسلحة بعد إدارة ترامب الجديدة. ايضا ايران ستحاول بشكل او باخر ان تزيل عمليه الدعم للحوثيين اذا ما فشلت ما يدار خليجيا عن حوار مع ايران. ايضا النظره الاخرى التي ستوجه ايضا الحج الشعبي وتعامل الولايات المتحده الامريكيه مع كل هذه الملفات هي ستكون مرتبطه بشكل او باخر في دعم سياسه اقليميه جديده من ضمنها اليمن. شكرا جزيلا لك الباحث المختص في الشأن الإيراني عدنان هاشم، كنت معنا من مأرب. أعود إلى ضيفي من دبي الأستاذ علي الزكري الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ علي، الآن تقول ربما أنه في الإقليم هناك إمكانية للسعي لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية والدفع نحو هذه الخطوة، هنا يبرز سؤال عن تأثير هذا الإجراء ربما على مسار السياسي المرتقب والجهود الساعية لإيجاد تسوية سياسية. هو الإشكالية أنه المجتمع الإقليمي طوال الفترة الماضية كان يعمل على أن الضغط على جماعة الحوثيين لتغيير نهجها والتحول إلى العمل السياسي وإعادة مؤسسة الدولة أولا والأسلحة أو الالتزام بالقرار 22/16. وكان التحالف العربي دائما يردد انه نحن لسنا بصدد اقصاء الحوثيين او اخراجهم من الحياه، ولكن نحن نريد ان يكونوا جماعه سياسيه يسلموا السلطه التي انقلبوا عليها ويعودوا للمسار السياسي، لكن كل هذه الجهود فشلت فشلا ذريعا، ويثبت الحوثيون بانهم لا يتصرفون من تلقاء انفسهم وانما ينفذون اجندات خارجيه لا تستهدف اليمن بحد ذاته فحسب، وإنما تستهدف المنطقة عموما، واليمن ليست سوى محطة من محطات استهداف هذه المنطقة. وبالتالي بعد أن ترسخت هذه القناعة بأنه ليس بالإمكان إقناع الحوثيين بالعدول عن ممارساتهم والتحول إلى جماعة سياسية وبالتالي الجلوس للتوصل إلى حل سياسي، أعتقد أنه الآن المناخ مناسب جدا
لتبني هذه الدعوة والترويج لها في رؤية المجتمع الدولي. طيب ماذا عن رؤية البعض بأن هذا الطلب يعني بتسميتهم كجماعة إرهابية بأنه يعني أن المسار السياسي ربما قد وصل إلى نهايته، ما رأيك؟ أنا يعني الذي يتحدث عن أنه المسار السياسي وصل إلى نهايته، هو وصل إلى نهايته منذ الجولة الأولى للمفاوضات. الحوثيون دائما يعني لم يقدموا ما يشير إلى أنهم يسعون بجدية نحو الحل السياسي. كل عمليات التفاوض، كل عمليات الحوار التي تمت في مختلف العواصم العربية وداخل صنعاء خارج صنعاء، في مسقط، في الرياض، في عمان، في كل الأماكن، وفي سويسرا، في الكويت، كان الحوثيون يثبتون أنهم لا يسعون للسلام وليسوا جادين في هذا الأمر ولا يسعون إلى حل سياسي. هم يسعون لأي حل يسلمهم مقاليد الأمور أو يشرع لهم ما هم عليه الآن في اليمن، ليس أكثر. وبالتالي من يتحدث عن نهاية المسار السياسي، أنا أسأله متى كان هذا المسار السياسي قائما حتى ينتهي؟ طيب ونحن نتحدث عن التغير ربما في توجه السياسة الأمريكية والدولية من إيران، يبرز هنا سؤال عن انعكاس هذا التحول على الدور إيران في اليمن، كيف تنظر إليه؟ يعني إذا صدقت التصريحات الأمريكية الموجهة نحو إيران، فهذا يعني أنه الدور الإيراني في اليمن لابد سينحسر وسيضع له حد، لأن إذا أردت أن تقلم أظافر إيران فإن اليمن ربما تشكل هي المحطة الأبرز والأكثر تأثيرا، لأنه من الصعب جدا قصفة أجنحة إيران بشكل كبير داخل سوريا مثلا أو العراق هكذا بسهولة. لكن في اليمن ما زال بالإمكان إحداث ضربة، وضربة موجعة بالنسبة لإيران، وتكون نقطة بداية يستطيع الأمريكان من خلالها أن يعيدوا توجيه السياسة الإيرانية والتأثير فيها. إذن هناك فرصة حقيقية إذا كانت النوايا الأمريكية صادقة وجد. طيب أستاذ علي، سؤال أخير يتمحور، هو ربما أشار له عادل جبير في مؤتمره اليوم في ميونخ عندما يقول أن ربما اليمن تكون على موعد مع حل ينهي الأزمة هذا العام، على ماذا استند في هذا الطرح برأيك؟ شوف، خلال الأسبوع الماضي واليومين الأخيرين ظهرت هناك العديد من التصريحات والتلميحات إلى احتمال أن يكون هناك حل سريع في اليمن، بل أن البعض ذهب إلى أبعد من هذا العام، ذهب إلى يعني فترات قريبة جدا. أنا أعتقد أنه الاستناد أولا ربما على مفاوضات تتم في السر لا نعلم عنها شيئا. هناك وزير الدفاع الأمريكي كان في أبو ظبي، الملك عبد الله كان التقى ترامب في أمريكا، يعني هناك جملة من التحركات اليمن في قلبها، وبالتالي أعتقد أنه هناك نوع من التفاهمات حتى هذه اللحظة. أيضا هناك تحرك لجناح المؤتمر، جناح المخلوع أبو بكر القربي ورفاق له كانوا في روسيا، وتحدث ربما عن أنهم طلبوا وفق ما نشرت بعض الصحف أنهم طلبوا من روسيا دعم خطة كيري. أعتقد أنه الدكتور أبو بكر القربي انتهى كشخصية مفاوضة، كسياسي، كصاحب دور مؤثر، يعني علينا أن نسمي الأمور مسمياتها. لا يمكن لروسيا أن تفعل شيئا الآن، ولا يمكن لعلي عبد الله صالح أن يفعل شيئا آخر. هناك ترتيبات إقليمية في إطار التحالف العربي لاستيعاب المؤتمر الشعبي العام بطريقة ما. أين سيكون علي عبد الله صالح منها؟ أعتقد سيكون خارج هذه المعادلة تماماً. لكن هناك ترتيبات ليس لمساعي القربي أو لجولته الأخيرة أي علاقة فيها. هل جناح معين في التحالف قد يكون هو المعني باستقطاب المؤتمر الشعبي العام؟ ليس هناك أجنحة داخل التحالف في تقديري الشخصي، ولكن هناك المملكة العربية السعودية تقود التحالف، وهناك تفاهمات بين أعضاء التحالف، وفي الأخير الرؤية موحدة والقرار سيكون واحدا، ولن يعبر عن تيارات داخل هذا التحالف العربي. هناك مصلحة حقيقية في إبقاء المؤتمر الشعبي العام،
وبالتالي من هذا المنطلق يأتي هذا التحرك. شكرا جزيلا لك علي الزكري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دبي. وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة، مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام كان معنا من الرياض، والباحث المختص في الشأن الإيراني عدنان هاشم كان معنا أيضا عبر الهاتف من مأرب. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة كمال حيدر، كونوا بخير.